ايوه يا عم، ماشي 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 معاكي حلاوه. انت ها علي سافر واشتغل في جورنال بره، وانت هتستريحي من الرجاله وقرفهم، ده غير طبعا الفلوس، هبعت لك كل شهر فلوس. ايوه الله اكبر الله اكبر في عينك يا كوكي. في ايه يا حبيبتي؟ بتنقي عليا؟ ده رزقي ورزق عيالي. وبعدين انت عارفه كويس قوي ان ما بيفرقش معايا الفلوس، انا بس هخلص من كتمت علي على نفسي، طهقت. صباح الخير. الحقيني يا انجي، الحقيني. في ايه يا حبيبتي؟ خير؟ ايه اللي حصل؟ في ايه؟ عايزاكي في موضوع على انفراد، بس المكتب عندي زحمه. قولي يا حبيبتي قولي. في ايه يا كاميليا؟ هو ايه اللي فيه ايه لما يعني انقضيتي على الست كده؟ بتقولك عايزاني في موضوع على انفراد. انتي ايش حشرك؟ ايه يا انجي؟ انا وانتي واحد ولا ايه؟ لا انا وانتي اتنين ولا ايه؟ ده كل العمر ده كنت فاكره ان وانتي واحد. بس يلا بس يلا خلاص. انا اصلا كنت جايه لكم عشان اقول لكم معلش مش هقدر اتكلم معاكم عشان عندي شغل كتير. طب استاذنك يا كوكي معلش، ممكن تسيبي لنا المكتب بس ربع ساعه؟ والله كان نفسي بس كتير. بصي بتالتي الأرض. بتالتي ما شاء الله. الله يطلع لك شغل يا كوكي. ده بكلمه بس ما تكلموش كتير يعني عشان عندي شغل كتير انا. معلش يا سعاد، ركزي معايا واحكي لي كل اللي انت عايزاه بصوت واطي. هنا؟ معلش. بصي يا ستي، انا عارفه ان انت حلاله العقد، وانا في مصيبه ومش عايزه اي حد يعرفها غيرك. بس ما تكمليش يا قلب امك، انا عرفت هو جوزك، انا عارفه طول عمره وعينه زايغه. هي الرجاله كده يجيبوا اجل الست. لا ها، هيتجوز عليكي واحده من جوه الوسط ولا من بره الوسط؟ لا. طويله ولا فرعه؟ بيضه ولا شقره؟ حلوه ولا قمره؟ انطقي. حلوه ايه وقمره ايه يا انجي؟ وانا لسه قلت حاجه؟ انا عارفه حبيبتي انتي زورانه في التفاصيل. قولي معلش. هي الرجاله كده، انتي تفتكري الراجل يا ما هنا يا ما هناك وتقولي عليه ملاك، بس في الحقيقه هو قبه تحتها قبه. ممكن تديني فرصه اتكلم؟ فرصه واحده بس؟ انت بتزعقي لي ليه يا سعاد؟ هو انا نطقت؟ قولي يا حبيبتي انا سامعاكي. انت عارفه كويس ان انا ربيت بنتي على الحريه. طبعا برافو عليكي، انا كمان مربيه مي وصولي على الحريه. طول عمرها من صغرها بسيبها تعمل اللي هي عايزاه. برافو عليكي، انا كمان بسيب مي وصولي يعملوا كل اللي هم عايزينه، ده حتى عمر الفصل بخليه يعمل بيبي وقت ما هو عايز. ايه يا جماعه؟ علوا صوتكم شويه، ما ينفعش كده. لا دي عيب يا جماعه. علوا صوتكم شويه. في ايه يا كمالي؟ في ايه يا ماما؟ مش قلتي عندك شغل كتير؟ عايزه ايه يا حشرايه؟ بس شويه كملي يا سعاد. انا طول عمري بسيبها تقعد على النت براحتها ومدياها الثقه الكامله. زيي بالظبط. ها امبارح كان حفل التخرج بتاعها ورحت عشان احضرها. الف مبروك يا سعاد، الف الف مبروك يا حبيبتي، عقبال فرحها يا رب. كان نفسي. يا لهوي ماتت. مش لازم تلبسي اسود يا بنتي، عايزه تاكل وش بعد الشر يا شيخه. بعد الشر ايه؟ اتحرقت؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ايه يا انجي؟ في ايه؟ يبقى اتشلت، مفيش غير دي. بصي انا غلطانه ان انا جيت لك، انا هروح لكاميليا. تعالي يا حبيبتي تعالي احكي. لا لا احكي. سعاد صدقيني هتندمي. لا علي. ايه يا انجي؟ ما تجيش قطعت ارزاق بقى. الله في ايه؟ معلش يا اسفه يا سعاد. سيبوه انا همشي خلاص. سعاد معلش انا اسفه، كملي. امبارح بعد حفل التخرج لقيت الهانم جايبالي شاب في ايديها وبتعرفني عليه. والله برافو عليها ناصحه. انا امي كانت دايما تقولي انجي تتخرجي من هنا الشهاده في ايد والعريس في الايد التانيه. هو ده بقى معروف خلاص، دستور عند الستات والبنات. اهو فعلا عريس. طب في ايه يا سعاد؟ الف مبروك يا حبيبتي، ومالك زعلانه بقى؟ قربي بس عشان محدش يسمع. هو فعلا عريس بس متجوزها عرفي.